بوك اللي اسمه Thermodynamics and Engineering Approach، الطبعة السابعة. المحاضرات هذا مكتوبة من قبل نفس مؤلف هذا الكتاب، فعليه الشابترات تسميته أيضا مطابقة للشابترات موجودة عندك بالكتاب. فإذا الطالب اللي يشوف الكتاب يكون المحاضرات أيضا مألوفة بالنسبة له. بالنسبة للثيرموداينامكس، الثيرموداينامكس هي علم الطاقة، هي علم الطاقة، the science of energy. والطاقة هي عبارة عن القابلية لإحداث تغيير، القابلية لإحداث تغيير. كلمة thermodynamics مشتق من الكلمة الإغريقية thermo اللي تعني حرارة، وdynamics اللي تعني الباور يعني قوة الحرارة أو طاقة الحرارة، فهي تعني كل شيء يكون فيه الحرارة، أحد النتائج أو أحد الأسباب لانتقال أو توليد الطاقة. النقاط الأساسية اللي لازم نعرفها هي قانون حفظ الطاقة conservation of energy principles. يقول during an interaction، في تفاعل معين، الطاقة energy can change from one form to another، يعني الطاقة يتحول من شكل إلى آخر، but the total amount of energy remains constant، لكن كمية الطاقة الكلية تظل constant، تظل ثابت. يعني من احنا نعرف الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، لكن يتحول من شكل إلى آخر. هنا يضيف ويا كلمة إنه total amount of energy remains constant، بمعنى هو الكتلة المجموع النهائي للطاقة يظل constant. فعلى سبيل المثال، إذا عندنا محرك، إذا عندنا سيارة، هذا سيارة نخلي به الوقود، الوقود اللي يسحبها السيارة في حيث يشغل عندك المحرك، راح تشوف به طاقة حركية اللي يحرك به السيارة، لكن في نفس الوقت تشوف به إنه هناك طاقة حرارية يفقدها السيارة عن طريق الراديتر، وكذلك عن طريق تآكل أجزاء السيارة سواء كان بالمحرك أو بالإطارات أو في أي جزء آخر. إذا تجمع حركة السيارة وحركة المفقودة بالحرارة والمفقودة بالفريكشن بالاحتكاك، كل هذا المجموع يساوي مجموع الطاقة الموجود اللي يحوي الوقود في خزان الوقود. هذا مجمل هو الكلام الـ conservation of energy. Energy cannot be created or destroyed، مثل ما قلنا الطاقة لا يمكن خلقه ولا يمكن تدميره، لكن يمكن تحويله من شكل إلى آخر. مثلا عندك الطاقة الكهربائية ممكن أحولها لطاقة ضوئية عن طريق المصباح، أو لطاقة حرارية عن طريق الهيتر، وأمثلة كثيرة موجودة قديمة هذا الاتجاه. الثيرموداينامكس بقاعدتين أساسية أو قانونين أساسيين اسمهم The First Law of Thermodynamics و The Second Law of Thermodynamics. The first law of thermodynamics هو تعبير عن ما قلناه هنا إنه قلنا الطاقة لا يستحدث، لا يفنى ولا يستحدث، لكن يمكن تحويله من شكل إلى آخر. هو هذا الكلام هو موجود في thermodynamics على شكل قانون اسمه the first law of thermodynamics. القاعدة هذا أو القانون هذا أيضا يعتبر عندي الإنيرجي الطاقة هو عبارة عن صفة ثيرموداينامكية. شنو معنى الصفة ثيرموداينامكية؟ راح نتعرف عليه في السلايدات اللاحقة. القانون الثاني second law of thermodynamics asserts، يعني يعبر انه الطاقة له كمية ونوعية، quality وquantity، يعني إلى كمية وإلى كمية quality، العفو quantity وإلى نوعية quality. Actual process والعملية الحرارية اللي تصير عندي بالthermodynamics دائما تصير باتجاه، دائما تصير according to the direction of decreasing quality of energy. Quality of energy كمية الحرارة أو كمية الطاقة من يتناقص، يعني بذاك الاتجاه بيحدث عندي التفاعل أو بيحدث عندي العملية والprocess. مثلا عندي هنا الهوت كوفي، عندي هنا جلاس حار بماء حار او بكوفي حار،
اتجاه انتقال الحرارة يحدث باتجاه فقدان الطاقة، فهو يتجه من الحرارة العالية إلى الحرارة الواطئة، فيحدث عندي أنه الجلاس هذا يحوي على كمية حرارية معينة أو كمية طاقة معينة، يبدي يفقد هذا الطاقة إلى أن يتوازن ويا المحيط. فلهذا البروسيس اللي هنا عندي هي عملية انتقال الحرارة، فهو يحدث بالجزء بالاتجاه اللي يفقد به الحرارة، اللي يفقد به الطاقة. نفس الشيء إذا عندي مثلا كتلة معينة في ارتفاع معين، هذا الارتفاع هذا الكتلة راح يحوي على كمية طاقة كامنة potential energy مثلا نقول 10 يونتس، لكن الطاقة الحركية ما تساوي صفر لأنه سرعته يساوي صفر. لكن إذا أعطينا مجال إنه هذا الكتلة يتحرك مثلا يسقط سقوط حر، فعندئذ يبدي الطاقة الكامنة ما تفقدها ويتحول إلى شكل آخر من الطاقة اللي هو عندي الكاينتيك انرجي، فهو يبدي يفقد الطاقة ويتحول في نفس الوقت إلى شكل آخر من الطاقة. فلهذا العملية السقوط هنا كان عندي عملية انتقال حرارة، هنا يصير عندي عملية السقوط يحدث باتجاه فقدان الطاقة. هذا كل ما موجود عندي في second law of thermodynamics. طبعا first و second law of thermodynamics راح يتحول بعدين إلى expression رياضي تقدر تتعامل وياه في حل الأمثلة. عندي نوعين من فرعين من الثيرموداينامكس، واحدة اسمها كلاسيكال ثيرموداينامكس وواحدة اسمها ستاتستيكال ثيرموداينامكس. الكلاسيكال ثيرموداينامكس هو اللي يعني بدراسة المنظومة ككل، يعني ما يباع المنظومة كأنه أجزاء معينة من المنظومة، يعني من يجي باع للسيارة يباع للسيارة بشكل كامل، ما يجي باع للسيارة عندي محرك وعندي جير وعندي خزان وقود، لا يباع للسيارة كجسم هيكل كامل واحد يتعامل وياك الجسم كجسم واحد. الستاتستيكال ثيرموداينامكس هذا بالضبط عكسه، لا هذا يتعامل ويا الجسم كأنه عبارة عن عدة أجزاء معينة، يعني يتعامل ويا المحرك واحد ويا الجير واحد، يتعامل ويا الإطارات واحد، يتعامل ويا وقود خزان الوقود واحد. فاحنا ما راح نتعامل ويا الستاتستيكال ثيرموداينامكس، راح نتعامل ويا الكلاسيكال ثيرموداينامكس. هنا مكتوب هنا it provides direct and easy way to solution of engineering problems and it is used in this text، يعني text قصده الكتاب المبني عليه هذه المحاضرات اللي هو الكتاب الموجود عندكم بالمجانات التعليم. زين نجي الى الدايمنشنز الوحدات. احنا نعرف اي جسم فيزيائي او اي هيكليه فيزيائيه راح يتحول يصير بي دايمنشن، راح يصير بي دايمنشن. دايمنشن قصده مو فقط ابعاد، لا اكو بي بمواصفات معينة، بشغلات تقدر تقيسها أو أنت تحتاج تقيسها. حتى تقدر تقيس هذا الشيء تحتاج وحدات لقياسة، تحتاج لوحدات لقياسة. والوحدات راح يتقسم عندي إلى جزئين، أكو وحدات أساسية primary or fundamental dimensions اللي هو أربع وحدات، اللي هو عندي الكتلة والطول والزمن ودرجة الحرارة. وعندي وحدات secondary or drive dimensions، لا هذا عبارة عن combination أو تركيب وتجميع لكل أو مجموعة من هذه الوحدات. على سبيل المثال إذا عندي velocity السرعة هو عبارة عن طول على الزمن، إذا نجي للvolume للحجم هو عبارة عن طول مكعب، وهذا الشكل. طبعا مثل ما نعرف عندنا وحدات عالمية هي المترك SI unit اللي احنا نستعملها هنا. SI unit هي وحدات بسيطة مفهومة العالم كله متفق عليه، وهي تعتمد على الديسيمال، يعني وحدات عشرية أساسها كلها عشرات، كلها أساسها عشرات، يبدي من 10^1 اللي هو عندي الديكا، 10^2، 10^3 كيلو، 10^6 ميجا، 10^9 جيجا، وبهذا الشكل. وأيضا ينزل عندي للأسفل يصير عندي سنتيم ومليم ومايكرو ونانو وبيكو، فأساسها هي عشرة. وعندي وحدات أخرى اللي هي الإنجليش سيستم، الإنجليش سيستم اللي ما بأساس معين، لكن الإنجليز استعملوا أشياء من حياتهم يومية حتى يقدرون يقيسون بها. وخير مثال على ذلك هو الفوت القدم، من يجي يقيس طول يقول مثلا 20 فوت أو 30 فوت أو 40 فوت، فهو يستعمل القدم أو شيء ملموس في حياته
في قياس أشياء أخرى. فهذا الإنجليش سيستم يونتس ما بي أساس، ما بي أساس تقدر تعتمد عليه. فلهذا من تجي تحوله أو تقارن بالأس آي يونت راح يطلع عندك أرقام كسري وراء الكسر، أرقام هو يعني راح إيش قد ما تجي تحاول تقربه يظل مو هو الرقم الأساسي على أساس الأس آي يونت. زين، طبعا راح أعلمكم حيلة معينة أثناء المحاضرات القادمة أو أثناء ما حل الأسئلة، إنه أشياء كشيء اسمه unit balance. يعني إذا عندك equation معين، معادلة معينة، حتى إذا ما تدرخها وتريد تعرف إنه هذا المعادلة هي صح يعني موزونة، لازم الوحدات يكون متجانسة بالمعادلة من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر. من تجي تقسم، تضرب، تجمع، تطرح، لازم يكون الوحدات عندك متناسقة. هذه الوحدات التناسق مالته راح يبين عندك المعادلة هل هو صح أم خطأ. أوكي، مثل ما قلت لكم المعادلات يجب أن يكون هوموجينيوس، يعني متوازنة من ناحية الدايمنشن. هذا الكلام موجود عندي هنا. اليونت كونفرشن ريشيو هنا يقول all non primary units اللي هو مثلا عندي الفيلوسيتي، الحجم، النيوتن يعني قوة الفورس، وحدات الفورس العفو، كلها عبارة عن تجميعات للبرايمري يونتس اللي هو عندي الكتلة ودرجة الحرارة والزمن وكذلك الطول. فمثلا عندي النيوتن، نيوتن هي عبارة عن عندي كتلة في التعجيل، الكتلة يقاس بالكيلوغرام والتعجيل يقاس متر على سكند سكوير. أو عندي الباوند فورس، الباوند فورس هو يساوي عندي 32.17 من الباوند ماس، باوند ماس مضروب في فوت على سكند سكوير. شوف هذول كلهم جايين من البرايمري يونتس. اليونتس ايضا كذلك للتبسيط ممكن تحسبها يونت كونزرشن كونفرشن ريشيوز. ريشيوز يعني كشكل نسبي، يعني من تجي تقول نيوتن على كيلوغرام متر سكند صابين يساوي عندي واحد، هذا الواحد هو دايمنشنليس. الباوند فورس اذا تجي تقسمه على 3.17 يطلع عندك واحد، هذا الواحد ما بي دايمنشن. هذا بعدين راح اشوفه شلون راح نستعمله بالمعادلات او بالايكويشنز خصوصا الفيرست والسكند لو ثرمودينامكس. بالنسبه لهذا الصور هسه راح نرجع له ورا ما نشرح